المهم اليوم جيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي اثر فيا والله لا صراحة يعني وجع لي قلبي. كانت واحد الفرصة زوينة بالنسبة للمغاربة نهار كانوا كانت دوك اللجوء اللي داروه السوريين وجاو مع السوريين ودخلوا معاهم دخلوا لألمانيا والله العظيم إلا كانت واحد الفرصة من ذهب بزاف المغاربة اللي كانوا يحلموا سيرتو ديما كتلقاهم باغي كلشي باغي يحرق باغي يجي لأوروبا باغي يجي لأوروبا جات ديك الفرصة وكاع الناس جاو جاو بزاف أغلبية المغاربة بزاف جاو بالأخص من طنجة من المهم المغرب كامل تقريبا جدة ودابا المشكلة فاتت واحد هادي دابا فاتت واحد 3 سنين ولا ما بقيت نشوف حتى مغرب والو مبقاو شي بال اللي بقيت كنشوف هما السوريين العراقيين اليمنيين السودانيين الصوماليين هادو ناس اللي جات الناس هادو جاو دخلوا غير شويه بشويه لهاد البلاد ومشاو معها غير بشويه حتى تمكنوا داروا وريقات وكل شيء وهما خدامين على رصانهم ما كاينش خدامين في واحد الشركات وكل شيء وامورهم تقادت زعما الصراحه الحمد لله. الو حنا المغاربه ديالنا شنو وقع لهم دخلوا بقاو عاطينها الشفاره ودعوه الشر والسرقه والحيوح والمهم اي حاجه توقعها خايبه داروها ما مانيش نعمم بزاف على كل شيء ولكن الاغلبيه وكانت النهايه ديالهم اللي كان في الاول كان واحد الحلم وهادي وكان عنده كان بالامكان ديالهم انهم يقادوا امورهم هنا ويديروا شي يعني هاوس بيلدونغ يديروا واحد يديروا ستاجات ويقادوا امورهم وياخذوا ديور ويولي عندهم عمال وعندهم وراقي وعندهم حق العمال وكل شيء. لا هما دخلوا مجهدين لهاد البلاد واي بلاد مين تدخلها ما عمرك تدخل مجهد غير بالسياسة تجي غير مع الحياه حتى تتمكن توصل دير وريقاتك وقد امورك فهمت دا هو المشكل ها هما جايين ها هما دخلوا ها هما دخلوا الناس اخبارك اهلا وسهلا الاخ انت منين الاخ؟ انا من السودان انت من السودان من تونس اجي اجي اجي, أجي ريح ريحنا حدا يعني داير واحد اللايف بغيت نهضر لهم على قول لهم اخويا انت جيت في الوقيته ديال تركيا؟ لا انا جيت من ليبيا جيت من ليبيا ها؟ وعطاوك الاوراق؟ كيف يعني؟ ها؟ يعني قول بغينا نسمعوك باش يعرفوا كاع الناس يسمعوا كيفاش جيت؟ ها هو ها هو ها هو حبيبنا هذا سوري ها سوداني ها؟ قول السلام عليكم هادو كاع كلهم اخواننا مغاربه هادو اوكي تسلم كبير ايوه. حبيبي تعال تعال جاي جاي منين وين رايح دارني شي الحاجات جاي فين رايح فين رايح دارني الحاجات ونجي جاي مشى يدير الحاجات ويجي مشى ما هاد الحاجات اللي غادي يدير راهم جداب اللي جاو هنا لفرنسا نتلاقى بزاف يقولوا لي راه حنا في واه خويا عبد القادر المهم والله العظيم بقى فيا الحال صراحه لاش جاو وداروا المهم دخلوا مجاهدين ما عرفوش كيفاش يتصرفوا ما عرفوش كيفاش يعني ياخذوا بلاصتهم وكانت عندهم واحد الفرصه من ذهب ما عمرها تتعوض يعني ما عمرها تتعوض هذه الفرصه هذه ما غادي يضطر انه يتزوج ولا غادي يدير هو مارياج بلون ولا غادي يدير حتى شي حاجه جاو عطاوهم فلوس عطاوهم ديور وكل شيء غير باش يدخلوا ويعطيه غير يجي مرحبا بك دخل سيدي عاونوهم في الاول بالفلوس عطاوهم فين يسكنوا والطبيب داواوهم عالجوهم وعطاوهم السكن وشويه بشويه ولكن سبحان الله العظيم ديالنا حنايا ما يا خويا لا اله الا الله وصافي والله العظيم يدخلوا مجهدين مشاو يعني وصلوا انهم كانت وقعت واحد الواقعه في الى تذكروها في راس العام
في مدينة كولن تما فين فرس العام ومشاو المغاربة وسكروا وحيحوا وكذا وتعدوا على شي بنات ألمانيات وداك الشي وناض الحزب المعارض وأنهم وداروا واحد القوانين وضغطوا على الحكومة ومن بعد شنو رجعوا قالوا لا ما غاديش نستقبلوا المغاربة وما غاديش خصنا نصيفطهم لبلادهم وما يصلحوش بالعربية هذه هي اللي داروا. أنا نسولو داك الشاب السوداني وفينا السوداني حبيبي تعال تعال ها ها مسكين حشم حشم هو حشم معليش 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 الله غالب ماشي مشكل المهم من حقه لكن المهم وهذا المغاربة كيشبعوا كسرة يوليو واه الله العظيم اخويا القعقاع بالصح يعني المغاربة ديالنا كي كيشبعوا يشبعوا كسرة كيبداو كيتفرعنوا وهذا هو المشكل. هاي جمال العامري قال لك كاع تفيشاو شافوا صحابي من بريطانيا بريطانيا وكلهم شربوا يعني ساعدوهم مزيان في اي دولة ساعدوهم ولكن هنا الأكثرية يعني هنايا كانوا غادي يعطيوهم كانوا دايرين معهم داروا معهم ملة البخير داروا معهم الفن داروا معهم يعني صور دروك يراهم هاهم خدامين راه خدام كيفو كيف واحد ألماني كيفو كيف واحد أجنبي عنده 20 سنة ولا 30 سنة هنايا خدام تا هو كيجيب فلوسه وكيجيب الشهر ديالو وعايش بخير وهذا هما هذا واش راهم باغيين باغيين يشوفوك خدام على راسك غادي يعطيوك اليوم توراقي ديال 3 سنين غدا يعطيوك الوراقي ديال 5 سنين موراها يعطيوك الجنسية وما غاديش يعتبروك لا لا لاجئ ولا حتى شي حاجة غادي تندمج معاهم في البلاد ديالهم لا كولتور ديالهم وكل شيء وغادي تعيش المهم حنا المغاربه ما غاديش نعمو كاملين قليلش ولكن داو علينا واحد الصومعه خايبه صومعه ما تما حاله نقوي خمسه اوكي وهذا هو مع الاسف هذا هو اللي صرا وهذا هو اللي وقع ضيع راسه والله لا ضيع راسه والله لا بقى فيا الحال اقسم بالله وبنادم مشكله راهم جاوا من المغرب جاوا على طريق تركيا ومن تركيا اليونان وداك الشيء عرفت واش راه داروا واحد المغامره كبيره وغمروا بحياتهم وبحورات وسلكوا من الموت ومافيات كانت في ديك القنت هذاك ديال دوك اليوغوسلاف ودوك داك الويل الكحل ديال دوك اوروبا الشرقيه راه ما كيرحموش وراه مدى ليك وقاسا وكل شيء وصل وكان بنادم كان يبكي يقول يا ربي غير نوصل وغي وصلت هنايا ولا فرعون يعني وقعوا شي قصص يعني غريبه من خلال انا مثلا القصه هذه كان واحد الدري مغربي كان يترجم لهم وتصوروا معايا واحد مغربي قبضوه كيشفر في ظرف 3 شهور قبضوه 6 المرات في 3 شهور 6 المرات قبضوه المهم من قبضوه جابوا له واحد المترجم مغربي بن عمو هذا اللي صاحبي حكاها لي هو المهم قالوا له البوليس قالوا له قول له باللي انت يا راك في ظرف 3 شهور شديناك 6 ديال المرات يعني انت ما هاد الشفرة هذه ما خدامه لكش يعني بدل راه صافي انت فاشل انت في السرقة راك فاشل يعني حاول تقلب على شي حاجة واحدة أخرى هذاك المغربي بجاي ترجمها له كذا والله الهم يضحك بقى يجيبها لك قال له شوف راه واش قالوا لك واش قال له وغيقول لهم يقيلوني وأنا ندير اللي بغيت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مين أخي؟ أنا من الصومال. أنت من الصومال؟ أنت من هذا لايف هذا نحكي على المهاجرين المهاجرين؟ المهاجرين هذا تعباني أنت صومالي كمان ها؟ اريتريا
جيتوا على طريق البحر. البحر مغامرة. مغامرة. لكن هذه الزمن كان كويسة. لكن الحين مش كويسة. هلا مش كويسة. مش كويسة. وشو هلا عطوكم أوراق؟ تعال تعال تعال. وادين وادين الأوراق كلها. هذا تحية للإخوان ال المغاربة. مغاربة. مغارب. أنا مغارب. أنا من المغرب. والله هذه الطريقة طريقة صعبة. أنا كنت في ليبيا. وسمن 2009. ودخلت البحر. والسفينة جاءت. كبوت عربي يعني خربت. زين بعد كان انا كنت في الاسبوع في البحر. وبعدين البحر قلنا لا شنو الى السلام عليكم البحر قدامي. البحر بعدين شنو وبعدين الشرطة الليبية جاء بعد الخمسة ايام. وبعدين رحنا دخلنا في السجن شهرين. قلنا في ليبيا في ليبيا قبضوكم البوليس في ليبيا البوليس وسجن وضرب سجن وضرب والله مشكلة. وبعدين خرجت بعدين مره ثانيه خرجت من السجن وبعدين البحر الحمد لله. كان 2 يوم انا جاء لكن ناس كثير. لكن طوي بالك خلينا نقول لك مين جيت مين جيت درك الالمانيا اعطوك اوراق؟ لا الاوراق جانا الاوراق ومشكلة. عندك الاوراق هلا؟ لا ما عندي اوراق. وش عندك؟ دلدوك. ايه لكن إلى بقيت عند يعني عندك ورق باش تدور لو بقيت يعطوني الورقة إن شاء الله. إن شاء الله غادي يعطوك الأوراق. بهذا الشغل هذا اللي راك تشتغل غادي يعطوك الأوراق. اشتغلت تقريبا الحين 5 سنين. خمس سنين. ما شاء الله. ما شاء الله. لكن أنا صبر الحمد لله. صابر لازم صابر. عملت مشاكل في ألمانيا؟ لا ما عملت. مين كان يعمل مشاكل في ألمانيا الأجانب؟ الجانب اللي يعمل مشاكل في كثير الجانب. قول 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 صح قول مغاربة يقول نعرف نعرف. مغاربة ما مشكل ما سمعوا أخوتي ها قول. مغاربة. المغاربة رقم واحد. رقم واحد. في المشاكل. رقم واحد. رقم واحد هذا هو. ابناء الجلدة ديالنا رقم واحد. وش يديروا؟ كم نشوف 9 نفر. 9 نفر ما مشكل هذا بس ناس ضريفين ما. أوكي. شكرا أخي. شو اسمك الكريم؟ عبد القادر. عبد القادر. انا كمان عبد القادر. والله ما شاء الله صومالي. ما شاء الله. أوكي. شكرا. سمعتوا الخبر؟ رقم واحد في المشاكل هما احنا المشاكل. احنا زايدين مع المشاكل الحمد لله. هذا هو اللي كنا نهضروا عليه. 9 نفر. كل واحد وهدرته واش غادي يدير خصك تفهمه. السي الحاكمي ايوا المهم هذا هو يا اخوتي. واش غادي نقول لكم ولا اله الا الله. المهم انا واحد النصيحه للاخوان اللي راهم باغيين يجيو لاوروبا يجيو مرحبا راه ماشي ديالنا. السلام عليكم. المهم سمحوا الاخوان راه كاين واحد الاخ معنا راه حتى هو. المهم فين كنا؟ والله الا نسيت. فكروني 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 راه هذيك فكروني. قال لك شفتك اش كيقول القعقع شفتك شارجي فيهم واش راك مرجعهم الصومال. لا بالعكس شوف اليوم راه المانيا باغيه الخدامه اراغيت تخدم. شدك الزمان ديال ديك الوقيته ديال اراغي غير بان شي واحد باغي يخدمها. هما كاينه واحد الشركه امازون معروفه عالميا كيديروا داك الشيء الكرتون كيتريو كذا يخدموا بالليل بالنهار. هما جابوا لهم دخلوهم يخدموا وجابوا لهم كيران بيوصلوهم اسيدي. اراغي المواصلات اراغي تخدم. السلام عليكم. مرود أفغاني تقوم بسيطة؟ أفغاني. أنت أفغاني ها؟ أوكي. جميع الناسيوناليتي تعرف شي ولا؟ أفغان. مهم شوف كاع الجنسيات موجودين إلا دياولي اللي ما كاينش إلا ابن عمي اللي ما كاينش إلا ديك الراس الخامجة ديالنا ديال مال اللي ما كاينش اللي كدير الصداع من النهار الأول. دارت الصداع من النهار الأول جمعوا معاهم وطويو. هذا هو المشكل. كنتعصب حق الله العظيم. إلا كنتعصب كنشوف هاد الناس هادو. يعني تصور نتايا معايا حنا بغينا ولاد البلاد وخاص معنا منهم
راه جاو شي وحدين وبقاو يديروا لايفات لنا وقال لك اودي حسدونا حسدونا هذو اللي راهم هنا قدام راهم حسدونا ودرنا فيهم الخير وشحال وكذا وقال لك في التالي حسدونا زيد واه انا ما غادي نحسدك انايا انا ما غادي يحسدوك انا من غادي يحدوك على الباطيمات ولا يا راك جاي مقطع كيف كيفهم كيتا كيما الوالا كيما حنا كاع جينا كل واحد جاب فيه سته ولكن فاش غادي يحسدك بالعكس كون غير جونتي وكون غير شويه ظريف ومزيان وهادي تعرف تكسب القلوب ديال الناس وتعاونك وكل شيء انت جاي من الاول جاي الشراب والحيحه ها المهم حكيت لكم القصه ديال هذاك السيد قال لهم من قالوا له هاودي دير لنا سميتو دير لنا قالوا له يعني بدل الحرفه ديالك انت راك شفار ولكن ماشي محترف يعني غير بدل شي حاجه بدلك 3 شهور بدلك فيها 6 مرات وقال له اه غير خليوني طرونكي ندير اللي نبغي اه الو برودا المهم واشنو هذا هو شت كيفاش مشكله كبيره والله العظيم مشكله كبيرة. واحد قالوا له كانوا عطاوهم مساعده ديال 350 اورو في الشهر كانوا يساعدوهم قال لهم انا ما تزينيش انايا واش انا تزيني نصيفط للوالده وكي ندير انا يتخنت وشوف اسيد واه ايوا المهم هذا هو الموضوع اللي بغيت نجبدو بغيت ندير عليه لايف بغيت انا صراحه بالحرقه القلب يعني صراحه والله العظيم انا تمنيتهم يكونوا معنا هنايا ولاد بلادك وتضحك معاهم وتنشط معاهم دير لهم هذه الموسيقى هذه يفهموك دابا السواني ما غاديش يفهمني ندير الجره ما غاديش يفهم غادي نقص ما يمكنش ايوا المهم هادشي اللي كاين مع الاسف المغربي يدير غير الكحله ولا الديكه هادشي اللي كاين والله العظيم مع الاسف والله الا الاسف شي يحزن القلب يقطع القلب ما كانش مغربي ما جابوا شي وحدين المهم كتلقاهم مين كتلقاهم في لايف وكيسولوا كدا هادي وباغي نمشي لاوروبا وباغي نجي وباغي هادي وهادي تقول صافي بنادم كيجي هنايا كيتبدل سبحان الله العظيم كيدولي الشفاره والمهم كاع حوايج دعوه الشر كيديروها راه ما يمكنش راه ماشي ساهلين هاد البلاد ماشي ساهله هاد البلاد اجي انا هادي نصيحه اللي يجي لاوروبا يجي وشد غير الحيط يجي غير بالسياسه حتى يعرف البلاد حتى يدير الجذور حتى يفهم هاد الدنيا مزيان حتى يفهمها مزيان عادي يقدر يتحرك انا هكا كنشوفها شتي داخل من الاول مجهد راه ما يمكنش والله العلي العظيم وبشوفت عيني وما نكذبش عليكم يا اخوان واحد المغرب جوج مغاربه شفتهم واحد الليل يخرجوا غير بالليل اصلا من دا يتعاودوا الشر الشفاره واحد بكثره ما بديك الخلعه وداك الشيء شاري واحد الكرطوشه ديال كرطونه ديال الشراب فيها السته شد وحده عليه من وحده على اليسار والكرطونه دايرها بين يديه ويري ويشوف غير هاك واك مخلوع تالف ما لقاش الشراب رخيص والدنيا مرخوفه قال صافي هو فعلا مين كتجي هنايا الالمانيه كتنقات لا بوليس لا والو تقول الدواء راها مرخوفه ما كان والو بصح يا ويلك دير غلط راهم عندك ما تعرفش كاع منين يجيوك البلاد حاضيه راسها بنفسهم شعب حاضي راسه بنفسه وعامله كاميرات وناس يعني الناس منظمه يعني كي كيشوفوا الخطا ما كيبغيوش ما يهضروش معاك راه شاف فيك كذا شي من شاف فيك دار الخطا طق راه غادي يشد نمرتك التليفون ديال سوا ديال الطوموبيل ديالك ولا نتايا ولا يصورك ولا شي حاجه يمشي ديكلاري بيك راه ماشي قضيه انها شكيمه هذه ولا شي حاجه لا ما يبغيش على بلاده وانا نحترم هاد الناس بحال هكا فهمتوني هذه هي المسائل حنا ديالنا جاو هنايا مجهدين دعوه الشر الشفاره قلت لكم كيجي بنادم كيجي شد جوج بيرات صاحبي وحده شدها من اليمين وحده شدها من اليسار او مخلوع او يدور غير هكا على اليمين واليسار ودير والكرطوشه ديال البيره دايرها في رجليه في الوسط في الليل صافي لقى الحريه ما يعني بحال هاد النماذج بحال هادو هما اللي خسروها على الاخرين كاين الناس اللي جات ظريفه ومزيانه ولكن مع الاسف يعني خسروها على كل شيء والقرار خرج ويعني صافي حتى المغاربه ما بقاش باغيين لا مغاربه الجزائري لا توانسه المغرب العربي كامل ردوه دول امنه يعني ما فيهاش الحروب شي حاجه صافي يعني هادو خصهم يرجعوا لبلادهم ضيعوا لسانهم معاي هذا هو للاسف مع كل الاسف
الشيء اللي وقع. وهذه مناسبة لجميع الإخوان اللي راهم يشاهدونا واللي غادي يشاهدونا من بعد، ولا اللي راه باغي يجي لأوروبا ولا شي حاجة يجي لأوروبا، مرحبا، مزيان يجي يجي يجي. الإنسان اللي ما يقدرش يلقى راسه في البلاد ولا وكيحلم وعنده طموح باش يجي يفوت شي، يجي تيجي لأوروبا، مزيان أنه يجي يقدر يحقق شي حوايج اللي ما حققهمش في بلاده. بصح ديما يدير في بلاده حسابه بلي راه جاي بلاد الناس، وديك بلاد الناس هذه البلادات أوروبا كما كانت فرنسا وبلجيكا هولندا ألمانيا إسبانيا، راه ماشي بلادك، قوانين ماشي دياولها، ناس مختلفين، عادات، كل شيء بزاف مختلف. يعني رد بالك، دخل غيب السياسة، تعلم منهم، شوف منهم كيفاش حتى تندمج معاهم وتعيش معاهم، ودخل قوي. جايبين ديك الهمجية ديال البلاد وديك الحيحة ديال البلاد، راه ماشي، راك ما راكش في بلادك يا صاحبي. دخل غيم، ما تدخلش مجهد، دخل بلاتي عليك، تتعرف البلاد وتفهم لغتها وتفهم عاداتها وتقاليدها وتانتيغرا معاهم، عاد تما تقدر دير بلاستك ودير وتقدر تمشي بعيد. الجهد ما عمرو جاب شي حاجه. واي السلام عليكم. مهم نقراو شويه تعاليق غادي تصيفطهم خمسه يعاونوهم. حنا في فرنسا دايرين الشوهه، ديرها فين ما كان، فين ما كان، فين ما كان، فين ما كان، والله العظيم الى فين ما كان. ما كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. كلهم اجانب، كلهم دوك اللي جايين في ديك الوقيته ديال الهجره، كلشي دايرين اوراقي. السلام عليكم. هم فلسطينيين وعراقيين وسوريين، كلشي صحيح. توت كوتي فيان دو دير جاهلين. اخويا اي والله يهدي ما خلق، هذا هو مهم. العظيم جوج المان ها هما معنا. بيهايستو تومي، تومي السلام عليكم. بيهايستو مانفريد. ما ولينا احنا، احنا هما ولاد البلاد. السلام عليكم. وينكم استو؟ غانا. ها؟ غانا. فين شالاند؟ غانا. غانا. وانت على السنغال، صومال. احمد عبد الله. مغربي. نديو لينا نحشم ونقول لهم مغاربة وصافي. نديو لهم مغاربة تحشم. العظيم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. منين الاخوان انتم؟ ها؟ انت منين؟ فلسطيني. هذا فلسطيني هذا، ها عامل اللايف على الهجرة. الهجرة ها بلاتي. هذا الأخ من فلسطين. السلام عليكم، كيف الشباب؟ شو نجود تقولنا؟ شو تقولنا؟ شي كلمة تقولها لنا أنا. قول كلمة. 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 أنت جيت لألمانيا؟ ثلاث سنين. جيت هذيك القضية ديال تركيا ياك؟ تركيا. جيت جو معاك المغاربة بزاف. اجوا معايا. وفين راهم المغاربه دروك؟ ايه وينهم؟ وينهم المغاربه؟ وين؟ بهنوفا هون. لكن شو كانوا يديروا؟ وين راهم؟ ما راهمش يخدموا معنا، علاش ما يخدموش معاكم المغاربه؟ ما فيش مغاربه. والله لا. يعني روحوهم على البلد. يعيشك خويا، والله المغاربه هون اللي ما يدبر حاله يعني ويزبط اوراقه يرجع والله. ياك. ايه الواحد لازم يكون هون لازم يشتغل، لازم يشتغل. صح. واش كانوا يديروا المغاربه هنايا؟ قول بصراحه. مشكل ملون يعني. يعني ما تحاولش تجاملنا، ما تجاملنيش. من الزطله، من الزطله البيضه، الله يبيض ايامك وايام الحاضر. يعرفوا الزطله. ها جاوا المغاربه علموكم الزطله هنا. وشنو كمان؟ شنو وشنو عاد؟ زيد قول. خراب. شو اسم الكريم؟ بس ما يكون حدا من اللي سامعنا مهاجر هون. لا تخاف، ما يجيك حد. اهلا وسهلا. احنا نشجع الهجرة والمهاجرين. شجع معنا. انت فلسطيني؟ ايه فلسطيني. هو فلسطيني؟ اه مرحبا. وشو السمعة ديال المغاربة؟ قول صراحة. في عالم ما تجاملني.
اخي من جميع انحاء العالم، في عالم مسخه في عالم نظيفه. يعني والمغاربه اللي تلاقيتهم هنايا كيف كان؟ لا انا شفته نظاف، كان نظاف شويه كان نظاف. والله شو بدي يعني اطلب من الواحد شغله؟ كل واحد عنده مغارته يعني. مغاره يعني شو هي المغاره؟ معزبه. شو هالمعزف هذه؟ فهمني شو هي، هدرني لغه عربيه. انه كل واحد عنده اغراضه حقيبته اللي الشخصيه. ايوه يا يساعد يا يبيع. وش فيها؟ ملون الوان اشكال. عنده اشكاره. وش فيها؟ اقواس قزح. اقواس قزح شو؟ صواريخ. يعني صواريخ. شماريخ. سكوت جماعة عنابة، جماعة وهران. ايه كلهم. اوكي. جماعة الرباط. شكرا لك. الحارة اليوم داوم. هاي الحارة، هاي الحارة. هذا السلام عليكم. الاخ هذا اخونا شاكر هون. هذا شاكر؟ ايه شاكر. هذا من وين هذا؟ من الشام. انت سوري؟ ايه. هذا حبيبنا سوري. حبيبي. شو بس مباشر؟ والله مباشر، هذا من اخوانك بيحيوكم من المغرب هذا. ها. كله ماروكي. كله ماروكي. على راسي والله. على راسنا انت كمان اخي.